كاين مراحل في الحياة كتبين لك شحال انت قوي وقادر تتغلب على بزاف ديال الصعوبات اللي كنتي خايف منها من قبل. فالظروف الصعيبة او المحن اللي كتدوز على الانسان في الدنيا هي ماشي ابتلاءات بالمعنى السلبي، لكن هي هدايا ربانية باش تقويك اكتر، فحاول تتعلم منها. بزاف د المرات كنتسائلوا علاش كتواجهنا صعوبات في الحياه. اولا هذه الدنيا ماشي الجنه، وثانيا حتى واحد ما هاني في حياته، كل واحد وكي جاتو. الشدائد هي دروس صعيبه فعلا، لكن في الحقيقه هي كتخلينا نكونوا قويين باش نواجهوا بزاف ديال التحديات في المستقبل. حاول تشكل من هاد التجارب الصعيبة عزيمة وقوة باش تقدر تكمل طريقك. وما تنساش لا لليأس ولا للاستسلام، خلي الأمل ليالك في الله عز وجل، لأنه سبحانه هو القوة العظمى اللي غادي تواجه بها أي شيء في الحياة. تحياتي لكم مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، غادي ناخدكم معايا في جولة لواحد المحل للملابس، نشوفوا الجديد. فمرحبا بكم، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. جو ربيعي صراحة، غزال مشمش، قلت نخرجوا أنا وياسمين هكا نديروا دويرة ونشوفوا الجديد يعني في المحلات، وخاصة المحل هذا اللي غادي نمشيو له. الا قدرنا نشريو شي حاجة هو هذاك، ما قدرناش مرة اخرى ان شاء الله. المهم انتم كي كتشوفوا يعني الشارع، هذا هو الشارع الرئيسي هنا في المدينة هذه. مهم الحركة يعني شوية بدأت كترجع للطبيعة ديالها كما قبل، شوية بشوية ان شاء الله. المهم احنا وصلنا المحل سترافي فاريوس، وصراحة تار انتباه ديالي مجموعة من الالوان، منها الغوز الاخضر الاصفر الاورانج القوقي المفتوح او السماوي كذلك المفتوح، يعني الوان هي موضة ديال ربيع وصيف 2021. وكما كتشوفوا هذا الستايل هذا بالنسبة للملابس الشبابية البنوتات هكا، يعني ملابس. المهم هذا مزيونين كما كتشوفوا هكايا. انا كيعجبني من هنا كناخذ الياسمين تيشيرتات، كيعجبوها بزاف، وديال القطن ديالهم صراحه مزيون، والاثمنه كذلك مناسبه. المهم نشوفوا شنو كاين وان شاء الله، وخليكم معايا. هادو التيشيرتات اللي اختاريت الياسمين، القطن ديالهم مزيون، والثمن ديالهم ما كاملش 8 د الاورو، 7 د الاورو 99. مزيونين يعني تيشيرتات شبابيه مزيونه، عجبوني حتى هي عجبوها. غير هاد التيشيرت هذا اللي فيه الغوز وهاد قوه الالوان صراحه بدلته، خديت واحد اخر في الكحل مزيون، غير ما صورتوش ليكم. خديت لها زوج ديال التيشيرتات كما شفتوا. هادو صنادل كما كتشوفوا، كتعرف الموضه ديالهم زعما بشحال هادي، لكن صراحه ما مريحينش تماما، قيست وحده وصراحه لا ما عجبونيش بزاف. المهم هادو السيكان ديال ستراديفاريوس، معروفين يعني اثمان مناسبه، الكاليتي ديالهم ما بيها صراحه، ما بيهاش مزيونه. الانسان يمشي على قد جيب ديالو،
هادشي اللي كاين، ونكملوا الجوله ديالنا في المحل. هذه الصندلة صراحة عجبتني، مريحة بزاف، وحتى اللون ديالها صراحة انا اول مرة ناخد صندلة في هذا اللون هذا. عجبتني، واهم شيء اهم شيء انها مريحة. وانا دائما كنقلب او كنبغي ناخد حاجة تكون مريحة، لاني باش ندفع الكارو ديال ياسمين وخني نكون يعني نمشي مرتاحة ونكون لابسة شي حاجة في رجليا يعني مرتاحة. المهم حتى الطالون ديالها صراحة ما بيش مريح، فلذا قررت ناخدها. وطبيعة الحال خديت الرأي ديال ياسمين، عجباتها، قالت لي ماما زوينة وهادشي اللي كان، واختاريت هاد اللون هذا. كان لون في الأزرق صراحة، لكن الأخرى ماشي مريحة. هذه اللي غادي نوريكم دابا، الشكل ديالها ما جاتش مريحه في الرجلين، هذه عجبتني وقلت غادي ناخدها. والثمن ديالها يعني ماشي غاليه، 19 ديال الاورو، يعني رخيصه بزاف وصراحه مريحه ومزيونه بزاف. يقول البس قدك يواتيك. المهم الانسان يمشي على قد الجهد ديالو، على قد المستطاع ديالو. المهم ما تنساوش تخليوا لي تعليق وتقولوا لي كي جاتكم الصندله اللي خديت. وهنايا غنوريكم هاد السراول هادو، صراحه فنين ومريحين ومبردين، التوب ديالهم غزال، فيهم لون الكحل سامبل، وفيهم هاد المخدر هذا حتى هو لون غزال، وفيهم هاد اللون السماوي فيه وريضات وكذلك كحل وفيه وريضات. صراحه فنين ورخاص، الثمن ديالهم 17 ديال الاورو. ان شاء الله المره الجايه نجي ناخذ منهم. المهم خديت صنداله كما شفتوا، خديت زوج ديال التيشيرتات لياسمين. وهذا كان فيديو اليوم، كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الجوله في هذا المحل، وكنشكركم صراحه من القلب ديالي على التواصل ديالكم معنا وعلى الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، وكنتمنى لكم كل خير. وتحياتي لكم انا وياسمين، والى فيديو اخر.